The land before you is our home. It is a vast and sovereign empire. Even with wings, the journey across is long. From the northern island, where the barrier between our world and that of the spirit's realm is but a thin veil, to the southern wastes, where the inhabitants are masters in the command of fire. A land where mechanical devices are invented and cunning contraptions designed. Remember that there is strength in numbers. Bravery and resourcefulness will make you a leader. The challenges will be getting harder. And you will withstand them with honor.
fame will go far beyond your realm. Fight and become a legend. PvE adventures are abound in Revelation Online. The world is full of mysteries, monsters, and rewards. Each dungeon is different. There are traps to avoid, challenges to complete, and there's always good old carnage. Those who wish to test themselves may venture into solo dungeons, with no party members to rely on. Five-player dungeons put your teamwork skills to the test. They have up to five levels of difficulty, with each level changing the rewards. A lot. Six mighty bosses roam the open world. Entire guilds battle each other just for the right to engage one of these bosses. Raids will test your guild's resilience. If you manage to complete a 10-player run, you can try it again on hardcore difficulty, or try the ultimate 20-player version and get epic rewards. The world of Revelation Online has much to offer to every kind of hero, whether they seek adventure, challenge, fame, or... السلام عليكم احبابي لينكسس جيمر ومرحبا بكم. اليوم سوف نقوم بتجربة لعبة جديدة وهي لعبة شهيرة جدا والتي هي يعني ليست مشهورة عند العرب لكنها مشهورة جدا عند الاجانب وهي Revelation Online. يعني لعبة رائعة جدا بجودة عالية وجرافيك عالي و
جميع المميزات الرائعة والجميلة. إذا ندخل إلى الموقع مباشرة، نضغط هنا. إذا هذا هي الموقع الرسمي للعبة ريفليشن أونلاين كما ترون معنا هنا. فان جرافيك رائع وممتاز، ونمر إلى طريقة تحميل اللعبة وتشغيلها مباشرة. إذا نبدأ مباشرة بالضغط هنا على لوجين. إذا كما ترون معي هنا يمكنك الدخول إلى الحساب عبر، يمكنك التسجيل عبر جوجل هكذا بالضغط هنا، الدخول مباشرة عبر جوجل أو الدخول عبر تويتر أو كل هذه المواقع. إذا سوف نضغط هنا أو نضغط هنا للتسجيل بالبريد الإلكتروني. إذا نملأ هذه البيانات، إذا نملأ هذه البيانات كما يلي: يمكنك التسجيل بواسطة رقم هاتفك، يمكنك التسجيل بواسطة رقم هاتفك هنا أو هنا للميل أو البريد الإلكتروني. نضع البريد الإلكتروني هنا، ثم كلمة السر هنا، ثم ننقل نفس الكود هذه، نفس الحروف والأرقام الموجودة في هذه الصورة ننقلها هنا، نضع علامة هنا، ثم نضغط على next. إذا ندخل إلى البريد الإلكتروني الخاص بنا، ثم نضغط هنا لفتح الرسالة. إذا الآن بعد فتح الرسالة سوف نضغط هنا لتفعيل الحساب. بعد ذلك سوف تظهر لك هذه الرسالة تقول لك: مبروك، لقد تم تفعيل حسابك. يمكننا الآن مباشرة المرور إلى تحميل برنامج اللعبة بالضغط. أول شيء قبل ذلك نختار هنا اللغة، لديك هنا الفرنسية، الإنجليزية وغير ذلك. إذا أنا سأتركها في إنجليزية ثم أضغط على دوننت، أنتظر. بعد ذلك نضغط هنا ثم نضغط على سيف، وهكذا يتم تحميل برنامج اللعبة. الآن نضغط على شو، ثم ننتظر إلى أن يتم تحميل برنامج اللعبة. بعد ذلك سوف نضغط على شو إن فولدر، ثم إذا سوف يظهر لنا بهذا الشكل. نقوم ب زي هنا، إذا سوف يظهر لنا بهذا الشكل. نضغط عليه لتثبيت البرنامج، انتر أو دوبل كليك فيظهر معنا هنا، نضغط عليه. إن هكذا يتم فتح البرنامج. إذا سوف أضع علامة هنا، إذا نضع علامة هنا ثم نضغط على كونتيني، نضغط على كونتيني، وذلك سيتم تثبيت البرنامج. إذا ظهرت لك هذه النافذة نضغط على الو اكسس، الو اكسس هنا، ثم كل ما علينا هو انتظار تثبيت البرنامج. ننتظر، بقي القليل جدا. ننتظر يعيد القيام بتثبيت الملفات. من هكذا يفتح البرنامج مباشرة. إذا بعد ذلك ننزل أسفل، سوف تلاحظ بأن هذه الشركة هي من الشركات الكبيرة يعني الرائعة، وهي التي نفسها التي أصدرت لعبة كونكرز بليد، وهي لعبة رائعة جدا. وأيضا الورفيس، نجرب هذه اللعبة اليوم، وهي ريفليشن اونلاين. نضغط عليها هنا مباشرة، بلاي، نضغطها هنا. إذا بعد الضغط على اللعبة التي تريد أن تقوم بتحميلها سوف تظهر لك بهذه الطريقة، يعني هذا هو حجم اللعبة، 25 جيجا فقط. إذا 25 جيجا سوف تحتاجها في مساحة لديك. اللعبة في السنة القاد يعني السنة الماضية كان فيها 23 جيجا مع التحديثات و يعني الإضافات أصبحت 25 جيجا. إذا نضغط هنا مباشرة لبدء التحميل. إذا وهكذا مباشرة بكل بساطة، كل ما علينا هو انتظار تحميل اللعبة يعني 25 جيجا، وهكذا الآن يتم التحميل. أيضا من ميزات هذا البرنامج أنه يقوم، رغم أن الملف كبير جدا، إلا أنه يسرع في التحميل، في عملية التحميل. إذا كل ما علينا هو الصبر والانتظار. إذا الآن مرت يومين من التحميل و 98 الآن، بقي القليل فقط. ننتظر. العد العكسي: 4 3 2
واحد واحد صفر ومئة بالمئة، تم تحميل 100% من اللعبة. ماذا بقي الآن؟ والآن يقوم البرنامج بتثبيت اللعبة مباشرة. ننتظر كما ترون هنا انستالين، يعني تثبيت. لقد تم تثبيت اللعبة، والآن ظهرت معنا كلمة بلاي واللعبة جاهزة للدخول. أخيرا هنا قبل الدخول تضغط هنا على لوجين هكذا للدخول إلى برنامج اللعبة. بعد ذلك تسجل هنا الأشياء التي سجلناها في الموقع، تضع هنا البريد الذي سجلناه في الموقع، ثم كلمة السر التي سجلناها في الموقع، ثم تضغط هنا على لوجين. ثم عندما تدخل سوف تضغط هنا علامة، ثم تكتب كونتيني، ثم تضغط كونتيني وهكذا. ثم تضغط كونتيني. إذا دخلت سوف تجد اسم حسابك هنا، أنا سجلت برقم الهاتف، إذا سوف تجد رقم هاتفك هنا إذا سجلت عبر الهاتف، أو تجد اسمك أو بريدك الإلكتروني في هذا المكان. لأن ندخل مباشرة نضغط على بلاي إلى اللعبة. إذا ندخل مباشرة إلى اللعبة نضغط على بلاي، هكذا يتم الدخول. ننتظر هذا، والآن هناك يعطونك هذه البطاقة، يعني هذه الأشياء، تنزل بالأسفل بواسطة هذا السهم، ثم اضغط على هذه المكان، هذا المكان، ثم نضغط على بلاي، وهكذا يتم إبداء الدخول. إذا يتم الدخول الآن كما ترون أعزائي. ننتظر قليلا. إذا كل السيرفرين متقاربين، لكن أكبر عدد من اللاعبين يكون في هذا السيرفر مونسيا. إذا أضغط عليه ثم أضغط على إنتر. يتم الدخول الآن. إلى مونسيا سيرفر، ومنظر عجيب وغريب جدا، حيث أنه في هذا المكان. هذه هي شخصيات، سبع شخصيات، يمكنك الاختيار بين سبع شخصيات لتلعب بها. سبق وشرحناها، وستجدون رابط الشرح أسفل الفيديو. إذا لدينا هنا الفانغارد، رجل الفانغارد. لأن الفانغارد وهو قسم التانك، فكما ترون فهو قسم اللي يأخذ يعني مكان الحراس. يمكنك أن تضغط هنا لتراجع حراسه وليقاتل. هذه هي مهارات طاحنة للأعداء، قوية جدا وخطيرة. هذه هنا أنت الفانغارد، لنختار أنت. إذا لدي أنت الفانغارد، كم هي جميلة. يمكنك أن تغير هنا، لدينا هذه الأنت نعم، فتاة صغيرة، الفانغارد صغيرة. ثم هنا في قسم فانغارد الرجل لدينا أيضا هذا، نعم لدينا هذا شاب الفانغارد، وهذا القسم نعم الفانغارد الصغير لا يوجد. ثم لدينا قسم آخر وهو قسم السورد ميج، السورد ميج مهارته. يعني مهارة السيف مع السحر. لدينا طفلة السورد ميج طبعا، ثم لدينا في قسم الرجل السورد ميج الرجل،
لدينا هذا السورد ميج الرجل، ثم لدينا هذا الآخر سورد ميج، ثم إذا ننتقل للقسم الآخر. القسم الآخر هو البليد ماستر. البليد ماستر يعد تقريبا أقوى تخصص بهذه اللعبة، إذا فهو يعتمد على الهجوم كثيرا. هذه هي مهارته، إذا تضغط هنا ترى مهارته. هذا البليد ماستر البالغ، ثم بليد ماستر الشاب، وليس لدينا طفل البليد ماستر، ثم لدينا بليد ماستر الفتاة، لدينا بليد ماستر الفتاة الشابة، والبليد ماستر الفتاة الصغيرة. بليد ماستر الفتاة الصغيرة. ثم نمر إلى القسم التالي. نعم القسم التالي، إذن الفانغارد، ثم إذن القسم التالي. انظر إلى هذه الروعة. إذن القسم التالي لدينا الغانسلينجر. إذن الغانسلينجر يعني واضح من الاسم، يستعمل المسدسات والأسلحة. هذه هي مهارته. انظر إلى الفيديو لترى المهارات، طريقة إطلاق النار والمهارات. ثم ننتقل إلى القسم التالي، التخصص التالي. إنها فتاة لطيفة. إذا هذا سبيريت شيبر، سبيريت شيبر، هذا تخصص اسمه سبيريت شيبر، وهو يأخذ يعني مهمته هو الهيلر، يعني يقوم بالشفاء، يساعد أصدقائه على الشفاء وغير ذلك. طبعا هذه مهارته أيضا. وأيضا مهارة القتال التي يستعملها. كان في هذا التخصص لدينا، لأن لدينا هذا سبيريت شيبر الغريب، هذا الرجل الغريب، ثم لدينا سبيريت شيبر الشاب، ثم لدينا هذا سبيريت شيبر الشاب أيضا، ثم لدينا في الفتيات يعني المراهقة سبيريت شيبر المراهقة، ثم البالغة أو نقول الشابة إلى غير ذلك. لدينا التخصص التالي، التخصص التالي هو الأوكوليست. التخصص التالي هو الأوكوليست، مهمته هو السحر أيضا. بالضغط هنا تستطيع أن ترى مهاراته. هذه الأوكوليست الشابة، ثم هذه الأوكوليست البالغة، ثم لدينا هذه الأوكوليست الصغيرة جدا. إنها ظريفة. ثم ننتقل إلى الرجل. الرجل هناك فقط هذا الأوكوليست الشاب. إذن ثم نمر إلى القسم التالي والأخير، السابع والأخير، نينجتسو. ومن لا يعرف النينجتسو؟ إنهم أفراد النينجا الذي يطلق عليهم أساسا في اللعبة. انظر إلى هذه الأجنحة المتطورة. وإذن هذه هي مهاراتهم. مهارتهم إذا هو مختص بالسلاح يعني الهجوم،
مختلف سريع وخاصي كما هو معروف على الوكيبيديا طبعا. هو تخصص تم اضافته مؤخرا. لدينا فقط هذا الرجل في تخصص النينجا، ثم لدينا في الفتيات النينجا الفتاة الصغيرة. مثلا جيد، إذن وهكذا رأينا جميع الشخصيات. إذن سوف أختار هذا الأساسن ثم نبدأ في نبدأ في تعديل الشخصية. نضغط على create. إذن وهكذا يبدو تعديل الشخصية. فأول شيء هنا، إذن تختار هنا الوجه الذي تريد أن تقوم بالتعديل عليه. هناك العديد من الأوجه، يعني الشخصيات ليس الأوجه فقط. شخصيات جميلة بصراحة، إنها رائعة. هكذا تختار اي لون واي تسريحة تريد. وذلك يمكن تضغط هنا، تختار هنا الوجه، يعني النظرات، كيف تريد ان تكون النظرات. ثم هنا أن تريد أن يكون لك لحية، تضع له لحية أو شارب. ثم هنا درجة ظهوره على وجهك، تريد أن يظهر قويا أو خفيفا. ثم هنا أشياء، علامات، إذا كنت تريد أن تضع علامة على وجهك كما نجد في الانيميشن، رسومات الانمي. ايضا يمكنك ان تضع لهذه العلامة لون معين لكي تكون علامة مميزة لك، مثل هذا الوجه الغريب. ايضا هنا كيف تريد ان يبدو وجهك على الكاميرا. وانتقل الى هذا التالي. نعم، لدينا شيء اخرى هنا، الايبروز. الايبروز يعني يتعلق ب الحاجبين، هذه اعدادات الحاجبين. تختار اعدادات الحاجبين هنا، طبعا يمكنك التقريب. ترى الحاجبين، ثم اعدادات العينين هنا، كيف تريد ان تكون هذه العينين. هنا بؤبؤ العين، اعدادات بؤبؤ العين. هنا لون العين، تختار هنا بؤبؤ العين، نوع بؤبؤ العين هنا، ثم تختار له لون، لون بؤبؤ العين. نعم، فكما ترى يمكنك ان تضع له اي شكل واي لون، وكل عين يمكنك ان تضع لها لون محدد. انظر، هذه العين اليمنى وهذه العين، اعدادات العين اليسرى. انظر، يمكنك ان تضع كل عين لون معين. ثم خلفية العين، خلفية العين التي تريد، خلفية العين اليمنى وهذه خلفية العين اليسرى، يمكنك ان تضع لها اي خلفية.
مثلا إذا وضعت اللون الأسود انظر يبدو مثل الأشرار. ثم هنا أيضا يمكنك أن تضع أشكال لبؤبؤ العين، ثم أيضا هذه يعني أن يظهر هناك يعني شكل من انعكاس الضوء على العين. هم هنا أيضا تختار ستايلات للعين، يعني يعطيك الكثير من يعني كثير من الإعدادات لتعديل شخصيتك. ثم هنا الإعدادات المتعلقة بالفم، يمكنك أن تضع لفمك أي شيء، تقوم هنا بتكبيره، تضعه يعني في مكان يعني تغيير مكانه، الحجم إلى غير ذلك. ثم لدينا هنا هنا الطول، إعدادات الحجم يعني الأحجام، يعني حجم الذقن، حجم الرأس، الجبهة، يعني جبهتك والأذنين إلى غير ذلك، الأنف، حجم الأنف، مكان الأنف إلى غير ذلك. هذه تتحكم فيها بالأحجام عامة. ثم ننتقل إلى التالية، هنا السكين كولر. السكين كولر هنا يعني لون البشرة، تختار لون البشرة في هذا المكان، تضع أي لون تريد. طبعا لك هنا حتى الألوان الداكنة وحتى اللون الأخضر. إذا كنت تريد أن تكون مخلوق فضائي بمعنى الكلمة. ثم لك هنا الأبر بادي، إذا هنا الأحجام، هنا لكي تقوم بالتعديل على الحجم، هذا حجم قامتك، حجم الرأس عفوا، هذا حجم الرأس. ثم هنا حجم الإعدادات المتعلقة بالعنق، ثم هنا الأبر بادي، هنا حجم الصدر هذا، وهنا الأكتاف إلى غير ذلك. ثم لدينا هنا أيضا كل هذه الإعدادات هي إعدادات الحجم اللي نراها هنا، كل هذه للحجم كما نرى. انظر كيف أصبح هذا المخلوق العجيب. إنه يشبه يأجوج ومأجوج. إنه غريب جدا. ثم لدينا آخر خيار وهو الطول والوزن. نعم هذا هو الوزن، تريد أن يكون سمينا، إذا كنت تريد أن يكون سمين، هذا المخلوق العجيب سمين، سمين وطويل وغريب الأطوار. إذن ثم لدينا هنا، إذن هنا كيف تريد أن يتصرف أثناء القتال، ما هي الحركة التي سوف يقوم بها عندما يقاتل أو عندما يستعد للقتال. ثم هنا لدينا هذا اللباس، إذا كنت تريد أن تجرب معه اللباس الذي سوف يرتديه في اللعبة. ثم هنا نعم هنا لتشاهده مع الأجنحة، تجرب معه الأجنحة، هل تريد أن يبدو سعيدا أو غاضبا، يعني على يعني تعبير وجهه. نعم انظر تعبير وجهه تتغير. ثم لدينا هنا الجنس، إن هذا كل ما لدينا. بعد أن تقوم بتعديل شخصيتك تضغط على create، إذا يمكنك تحريكه أيضا، يمكنك تحريكه وتقريبه. إذا أقوم الآن بتعديل شخصيتي، انظر إلى هذه العينين،
هذا المخلوق العجيب من يوم أوتيها. إذن وهكذا قمت بإنهاء شخصيتي، ما رأيكم بهذا العملاق الوحش؟ هذه هي شخصيتي التي قمت بإنشائها الآن، ما رأيكم بهذه العضلات؟ سوف نضع لها. إذن بعد ذلك سوف أضغط على كريت، سوف أسميه ياسر، وأضغط كريت. إذا نحن الآن ندخل اللعبة، لقد قمنا بصناعة شخصيتنا. هيا ادخلي. ونحن نبدأ الآن. هذه شخصيتي كما ترون معي هنا، نقوم بالتقريب. ومرحبا بكم. نضغط على كنترول مع F9 كي نشاهد شخصيتنا جيدا. هكذا نستطيع ان نراها من الامام. ثم نعود الى مغامرتنا. يقول لك اضغط على F10 كي تقوم ب اخفاء جميع اللاعبين حتى تستطيع ان تلعب يعني بدون مشاكل، لكننا لن نفعل ذلك طبعا. كي نبدأ سوف اضغط فقط هنا لكي نذهب الى اول مهمة لدينا، وسوف يتجه اليها تلقائيا. اذا اول مهمة هي، ما هذا؟ نظر الى المرآة، ما هذا؟ نعم، اول مهمة اسمها تفقد هذا القوس، فعلنا ذلك. اذا نضغط الان هنا يعني يتفقد الاشياء الموجودة بالمنزل. ولقد وصلنا الى الليفل الثاني الان. جيد، في المهمتين الاولتين اصبحت لدينا الليفل. نضغط هنا او الضغط على F. جيد، الان وصلنا لليفل 3 على ما اعتقد. اوه، انني، ما هذا؟ جميل. اذا حتى اذا كنت لا تفهم اللعبة، يعني لا تفهم اي شيء عن اللعبة، فقد اضغطت هنا على المهمات فيتجه اليها مباشرة وتلقائيا. وتلقائيا الان يجري الى المهمة التالية. وهذه هي مغامرة رائعة. انظر، ما هذه، من هذه الفتاة؟ إذا كنت لا تفهم الاختصارات، إذا كنت تحتاج إلى أن تعرف الاختصارات، فأنت تضغط على إيشاب حتى تظهر هذه القائمة. تضغط هنا على إعدادات، هنا جيم سيتينج، ثم يمكنك الاتجاه إلى الكوموند هنا. لا أقصد كي بوزيشن، كي بوزيشن، ثم تتجه إلى، هذه هي اختصارات، هذه اختصارات الخاصة بالباسكس، يعني الأشياء كالجري وغير ذلك. ثم هذه للقتال، ثم هنا للانترفاس، هذه للقوائم، انترفاس يعني القوائم. هذه هي اختصارات القوائم، ستجد فيها جميع الاختصارات التي تحتاج إليها، اختصارات أخرى مع الفريق إلى غير ذلك. ايضا لا تنسى الدخول، اذا دخلت الى هذا المكان ان تضغط هنا على جرافيك، تختار هنا الاعدادات، هذه هي اعدادات منخفضة، وهناك ايضا اعدادات منخفضة جدا تضعها للجرافيك الخاص بك كي يعني تلعب بشكل افضل. وهنا ايضا تختار، هنا اذا كنت تريد ان تلعب اللعبة في الشاشة الكاملة فتضغط هنا ثم تختار فول سكرين. فول سكرين يعني الشاشة الكاملة، ثم تضغط على apply ثم confirm، apply ثم confirm.
الشخصية تظهر بالسي والحقيبة تضغط على بي لتفتح الحقيبة بي. هذه حقيبتنا، إذا ليس فيها شيء الآن، فارغة قط. إلى المهمة التالية. الأربعة يا أصدقاء، وهذا منظر رائع جدا ومدينة رائعة الجمال. واو، وهذه بداية في المغامرة. كان يحلم المسكين. لقد استفقت من نوم جميل. يا إلهي، هذه هي بدايتنا الآن في اللعبة كما ترون أصدقائي. هذه القفزة العجيبة. واو، جو اللعبة جميل جدا. إذا طبعا هذا علامة الاستفهام تاني مهمة. طبعا ناخذ أول مهمة لنا. هنا تتحدث معك، نضغط فقط هنا، ثم هنا تضغط على سباس أو تضغط هنا. إذا مرة أخرى نضغط فقط هنا على هذه العلامة لنأخذ المهمة التالية. هنا تضغط فقط على هذه الحروف هكذا على الماوس، تضغط هي تتحدث معنا، ثم هكذا نضغط هنا لإنهاء المهمة. كل ما علينا، إذا كنت تريد أن تتبع فأنت تتبعهم فقط بالجري وراءهم، أو تضغط هنا فيجري يعني تلقائيا إلى المهمة. اضغط هنا للتحدث مع هذا أو هذه. مباشرة نفس الشيء، نضغط هنا. نضغط هنا. هكذا وصلنا إلى الليفل 4 يا أصدقاء. هنا يقول لك اضغط على الماوس لكي تضرب كي تستعمل مهارة الضرب. سوف نضغط هنا كي نحضر شيئا. نعم، علينا نضرب هذا، نضرب هذا بالمهارات الماوس، يمين الماوس ويسار الماوس، نعطيه بعض الضربات. كي ننهي الأمر بسرعة نضغط على هذه الأرقام 1 2 3 4 5، يعني نضغط عليها على لوح المفاتيح وليس بالماوس حتى يسهل عليك الأمر. وهكذا انهيناه بسرعة، والآن مستوانا يتقدم كما ترون. إذا نضغط على السي لفتح نافذة الشخصية. كما ترون وصل الليفل إلى ليفل 6 الآن. إذا نكمل نذهب إلى نضغط هنا أو نضغط فقط هنا. إنهم يتحدثون بالصينية. أتاي الصينية.
إذا مرة أخرى نتبع ذلك المجرم. أمسكوه إنه لص. آه لقد سرقت حذائي. أو نضغط هنا فقط لإذهاب إلى المهمة التالية. لماذا سنعذب أنفسنا؟ نعم هيا إلى المهمة التالية. إذا المهمة نفس الشيء تضغط فقط هنا ثم تضغط هنا أو تضغط على سباس. إذا هنا وقت القتال، سوف نقتل 5 من هؤلاء و5 من هؤلاء. إذا كنت لا تعرف ما هو المقصود فقط تضغط عليه هنا سوف يذهب لقتله مباشرة. لماذا ستعذب نفسك أصلا؟ ها هو. إذا هذا الشيء أقصد، يعني قم بجمع هذه الأشياء بعدما أنك تعرف ماذا ستجمع فسوف تتجه إليها مباشرة. لماذا ستعذب نفسك؟ تضغط على F إذا كنت لا تريد أن تضغط على هذه الصورة، اضغط فقط على F وهكذا. يمكنك الوقوف فقط في مكانك والضغط على F حتى تجمع 5 من تلك العناصر، لأنها عندما تختفي تظهر مرة أخرى. هنا تستطيع أن ترى كم جمعت، مثلا 4 على 5، نحتاج باقي 1 ونكمل 5. إذا أكملنا 5 الآن نضغط هنا لنجمع الشيء التالي. ماذا علينا جمعه؟ إذا الوحوش، علينا قتل هذه الوحوش. هيا خذ هذا هو الوحش الغريب. إذا قتلنا واحدا نتجه إلى التالي. إذا كانت فيه علامة السيف هنا هذا يعني بأن المطلوب هو المطلوب عليك قتله يعني. إذا نجمع 5. لا قد تجمعوا عليه. يا إلهي إنهم يجتمعون علي واحد تلو الآخر. انهيتهم اخيرا. اذا انتهيت ثم نضغط مرة اخرى هنا لنتجه الى المهمة التالية. تحدثت مع هذا الشاب. وصلنا الى الليفل التالي في هذه المهمة. اذا لا ننسى ان هذه فقط يعني منطقة المبتدئين، يعني سوف تجتاز الكثير من المهمات هنا. بعد ذلك سوف يعني تنتقل الى مدينة اخرى التي يوجد فيها باقي اللاعبين الذين يلعبون في اللعبة. نضغط هنا لنمر الى المهمة التالية مباشرة. يا الهي دجاج، انه دجاج. لنتوقف قليلا يا اصدقائي، اريد ان اتناول دجاجا محمرا. بسبب كورونا لم استطيع ان اتناول دجاجا محمرا. سوف امسك بدجاجة. سوف اذبحه. مهلا مهلا مهلا، اريد ان اذبح دجاجة. لقد هرب الدجاج. هذا الشخص يريد ان يمسك بها. دعني اساعدك. المهمة التالية عند هذه الآنسة. اضغط هنا على F نتحدث معها مباشرة. نفس الشيء هنا. هنا سنضغط هنا لنرى المهمة التالية. سوف نفتح الهدية. لدينا هدية سوالفها. اضغط على الكتف لكي يقوم بارتدائها. ارتديت لباسا جميلا يا اصدقاء. لباس رائع. نتحدث معها مرة اخرى. نضغط على F.
استمر. داني يو تاما انتقلنا للليفل التالي يا اصدقائي. هناك شيء عجيب، ما هذا؟ مرة اخرى نضغط على اف للحديث معها، نفس الشيء نضغط يعني نتحدث معها مرة اخرى. نضغط هنا، يمكننا اتباعها، ثم اضغط هنا على اف مرة اخرى للتحدث معها. هنا ثالث مرة نتحدث معها. إذن هنا يقول بأننا علينا نضغط هنا، ونضغط على أكتيفيت. ثم سنضغط هنا للمهمة التالية. صورة القصوى. إذن شخصيتي في اللعبة اسمها ياسر كما ترون هنا. إذن اسمي في اللعبة هو ياسر. من دخل اللعبة فيضيفني كي نلعب معا. تعال يا بني، تعال تعالي تعالوا، أريد أن أخبركم شيئا. نعم تعالوا جميعا. من الذي شرب حذائي؟ ألا تعلم بأن حذائي غالي جدا؟ ألا تعلم بأنني أتضور جوعا وأنا عزيز عزيز يعني سيموت قريبا؟ أريد حساء، هيا حساء جديد. أحدكم شارب حسائي؟ لهذا لابد أن أطلب حساء جديدا. إذا سوف نتحدث إلى هذا العزيز ونعطيه حساءه. إذا نفس الشيء، فقط تضغط على الكتابة هنا، تضغط هنا على الكتابة يعني تتحدث معه. يمكنك قراءة هذه الأشياء، ثم عندما تظهر هذه تضغط عليها مباشرة، تتحدث معه مرة ثانية. إلى المهمة التالية نضغط هنا مباشرة فيحضر هذا الشيء يعني الأخشاب، يعني يحضر الأخشاب. ضغط على F لتحضر له الأخشاب. حسنا جيد. الآن نضغط هنا للعودة. الأخشاب تبدو ثقيلة. الكثير من الأخشاب، يا إلهي. ظهري. يا العجوز المجنون. علمت أنك ضعيف منذ الوهلة الأولى يا بني، كان عليك تتمرن أكثر. يا إلهي، أنا على المستوى التالي. إذا وصلنا إلى المستوى التالي أخيرا أصدقائي، نضغط هنا مباشرة نمر إلى المهمة التالية. هذه مهارة جديدة نضغط عليها. تضغط على حرف ك في لوح المفاتيح لتفتح نافذة المهارات. هنا تجد مهارات القتال، ثم هنا المهارات المتميزة كما رأينا، ثم هنا مهارة الطيران، مهارات متميزة. مباشرة نضغط على هذه كي نتجه إلى المهمة التالية. من هو هذا المخلوق العجيب؟ إنه الطباخ، يعني حيوان طباخ عجيب. نضغط هنا لنذهب نحضر له شيئا ما يشبه الأسماك. نعم سمك، نحضر له السمك. زيد بعد ذلك نضغط هنا لنعود إليه. أشكرك يا بني. نعم سوف أحب عساء السمك. لما تناوله منذ مدة. سوف نذهب إلى هناك. نضغط على جو. نضغط هنا مرة أخرى، نتجه إلى هذه الآلة العجيبة الغريبة. أتحدث مع صديقنا بالضغط هنا، أو فقط نضغط هنا، أو نضغط على حرف F.
وهذا هو ميناء المدينة. انظر كما هو جميل جدا. ماذا يحدث هنا؟ اصبص تضغط هنا على الحروف التي يقولونها لك لتكون مستعدا للضغط على هذه الحروف شيفت دبليو اصبص. جيد، لقد وصلنا الى هذا المكان. فقط اضغط هنا على كومبليت هذا المكان. اضغط على نتحدث مع الشخصية الجديدة. هذا نفس الشيء، نضغط فقط على الكتابة يعني، ثم نضغط هنا نفس الشيء. انظر ما هذا، صديق جديد. من هذا؟ إنه مسكين محمور مترنح يتقيأ. أيها الوسخ، شخصية مجنونة. هذا الشخص سيكون رفيقك في المراحل المتقدمة. هذا الشاب المجنون الذي يتقيأ في البحر، لا تلوث البحر أيها الوقت. آسف إنني أتقيأ لأنني تناولت حساء جدي. أنا آسف جدا، لم أكن أعلم أنه سيء لتلك الدرجة. آسف. وصلنا إلى الليفل التالي أصدقاء في هذه المهمة. علينا نضغط هنا على F، سأعطيه بعض الأشياء، سأداويه من القيء. قمت بإعطائه الدواء. أضغط هنا، أتجه إلى المهمة التالية. إذا نفس الشخص لدي المهمة. أضغط على F، تحدث معه. شكرا لك، لقد أصبحت جيدا الآن. سيعطينا سيوفا. إذا أعطانا هذه السيوف، نضغط هنا لنحملها مباشرة. أصبحت أحملها الآن. ها هي، إنها في الظهر. إذا المهمة التالية، نضغط هنا. إنها صحراء جميلة، ابتعد عن الطريق يا حشرة. هذا مكان المهمة الجديدة. انني احمل بعد السمكة. وما هذا؟ ضغط على F. اذا ما هذه المهمة التالية؟ شيء جميل. كن مستعدا. عين امسك هذه الحشرة على ما اعتقد. على نقاتل هذه الأشياء. نقتلها جميعها. خذها هذه هي الحشرات اللعينة. لا يمكنك الانتصار علي. نرى كم وصلنا في الليفل. بالضغط على S. إذا وصلنا إلى ليفل 10. جيد. إذا تحدثت مع صديقنا. ضغط على F. ماذا تفعلون يا أبنائي؟ هل تتناولون شيئا ما؟ والآن تحميل مبدأ. إذا وصلنا إلى مكان المهمة التالية، نضغط هنا نتجه إلى المهمة التالية مباشرة. من وجدته يأكل مرة أخرى. أيها المتوحش، انظر، إنه يشبه لوفي. انظر كم صحن أكله هذا الوحش. نضغط على هنا لنمر إلى المهمة التالية.
أوه، إنها صحراء جميلة وقمر جميل. وصلنا إلى الليفل 11 يا أصدقائي بهذه المهمة. يقول لك اضغط هنا لكي تتعرف على كيف تقوم بالقتال، كيف تقوم بالتحكم أثناء القتال. غالبا مثلا يمكنك أن تضع الهجوم التلقائي هنا. هنا هل تريد من الشاشة أن تتحرك عندما تضرب؟ هنا يمكنك اختيار هل تريد مود لوح المفاتيح أو مود الماوس الضغط. مثلا إذا كنت تحب أن تضغط تريد أن تمشي مثلا بالكيبورد أو تمشي بالماوس. والقتال أيضا تريد أن تكون تظهر في هذه العلامة أم لا، إذا تختار أي نوع تريد. هنا تختار أي نوع. أنا سأتركها كما هي وأضغط أبلاي. لدينا هذا الشيء نذهب إليه أو نضغط هنا نفس الشيء. عندها احتفالات، احتفال بداية المغامرة، مغامرة جديدة. هنا لدينا هدية، اضغط هنا لاستلام الهدية. عبارة عن هذه، لدينا هنا ايضا هدية الدخول الى اللعبة. اضغط هنا لاستلامها. ثم هنا تشتري الهدايا. لا، ليس هذا المكان. هنا ايضا تتلقى الهدايا. اصبحت لدي العديد من الهدايا. اضغط هنا لاستعمال الصندوق. اذا لدينا العديد من الملابس، سنختار اللباس الذي نريده. هذا السكينات، سأختار واحدا منهما لأرتديه. يعجبني هذا، نضعه هنا. مثلا نعم. والآن سوف أضغط هنا لأرتديه. وانظر الآن إلى لباس جديد يا أصدقائي، لباس رائع وجميل. وانظر كيف يبدو، يعني الأمام. واو، لباس رائع. سألتقط له صورة. الصور يتم حفظها في فولدر بجهازك لكي تأخذها، يعني تنشرها مع أصدقائك. جيد. مرة المهمة التالية بالضغط هنا. وقف. إذا ما تضغط هنا الشيء الأزرق هنا يفتح معك ذلك المكان. يمكن الضغط هنا أيضا. نفس. إذا المهمة التالية، إذا سوف أتعارك معه بهذا السلاح. أعطاني سلاح لكي تبار معاه. اضغط هنا لنبدأ في القتال. وهكذا القتال. شيفت.
جيد. شفت الدي تضغط على هذه الاشياء اسباس. هل كان ذلك جيدا؟ 没想到你的基础真不错，就算比起怒灵火部的新人，也属中等水准了。